السلام عليكم. لا أعرف إذا كان هذا الفيديو واضح للجميع أو لا. فقط نتمنى تأكيد أنه الصوت واضح والصورة واضحة، ونتمنى مشاركة الرابط مع الأخوة والأخوات يعني في الجروبات يعني. فقط أكدوا لنا أنه الصوت واضح والصورة واضحة، ونتمنى أيضا مشاركة الرابط في المجاميع والجروبات ومع الأصدقاء لتعميم الفائدة. شكرا جزيلا أخي أستاذ عبد الله. واضح الصوت إن شاء الله؟ صوت واضح، صورة واضحة. ما استلمنا تأكيد لحد الآن. شباب الصوت واضح؟ شكرا جزيلا، تمام. تمام، شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوتي الكرام وأخواتي الفاضلات، معكم أستاذ صادق. اليوم فقط حبيت أنه أتحدث عن موضوع أشوف أنه مهم جدا، يعني على الرغم من أنه هناك الكثير من يعني الأخبار عن أنه خدمة الإنترنت مقطوعة في العراق، ويعني على الأقل في بعض المحافظات بسبب مشاكل يعني حصلت يعني في الأيام الأخيرة. إلا أنه يعني رغم ذلك حبيت أنه أتحدث عن هذا الموضوع، لأنه يعني موضوع مهم وتأخير فيه يعني غير مفيد لأي أحد. البارحة رجعنا من مؤتمر، أو ممكن أنه يسمى ورشة عمل أو workshop، هو يسمى ما يسمى بالآر سي إن اللي هو Research Coordination Network. هو عبارة عن شبكة تنسيق للبحوث العلمية المتعلقة بمجال المليمتر ويف والترددات المليمترية الخاصة بتقنيات الاتصالات. هذا المشروع يعني مدعوم من قبل الـ NSF اللي هي National Science Foundation، مؤسسة العلوم الأمريكية الوطنية. تم بداية العمل به سنة 2015 تقريبا. الغاية من عنده أنه في البداية كانت الترددات المليمترية إلى حد يعني وقت قريب جدا، وربما إلى حد اليوم يعني الكثير من الشركات العالمية والكثير من المختصين في مجال الاتصالات لا يؤمنون أنه هي ممكن استخدامها في مجال الاتصالات. أولا لأنه هي يعني شورت رينج، يعني قصيرة المدى جدا، والاتينويشن أو الضعف أو التوهين في الإشارات كبير جدا، تأثرها بالأشجار والموانئ يعني البلوكج، وتأثرها بالظروف الجوية يعني الابزوربشن من قبل الأكسجين، امتصاص الأكسجين لها، ذرات المطر، كل هذه الأمور ممكن أن تؤثر على نوعية هذه الإشارات. إلا أنه يعني على الرغم من أنه يعني تاريخها طويل جدا، يعني بدأت الألمان أول من طوروها في أواخر القرن التاسع عشر، يعني سنة 1895 كان هناك أول اتصالات أو أول نظام أو شبه نظام اتصالات بالترددات المليمترية، إلا أنها كانت يعني غالبا مستخدمة للأغراض العسكرية. يعني سنة 1909 تقريبا الولايات المتحدة الأمريكية أيضا دخلت في هذا المضمار، وتقريبا يعني منذ 100 عام هذه الترددات مستخدمة في المجالات العسكرية فقط، إلا أنه لم يتم في يوم من الأيام التفكير في يعني إدخالها للمجال المدني لأسباب كثيرة. يعني طبعا مثل ما ذكرنا، يعني أولا لأنه هي تحتوي على باندويث كبير جدا. الترددات العسكرية طبعا يعني عادة يعني تمتلك الكثير من المميزات، إلا أنه جهود شخص واحد يعتبر هو يعني الفاوندينج فاذر، الأب المؤسس لهذا العلم في الواقع أو لإدخاله في مجال الاتصالات، اللي هو تيد رابابورت. هذا الشخص يعني صراحة شخص عظيم، يعني البارحة وأوتي البارحة التقينا به، يعني صراحة وجودك في حضرة هيد شخص تحسسك أنه يعني العالم ما زال بخير. إنسان عصامي، إنسان مفكر مبدع، نجح في السنوات الأخيرة، يعني ابتدأ من سنة 2011 إلى سنة 2018 إلى حد اليوم، يعني نجح في اقناع يعني الحكومات والشركات العالميه في انه المليمتر ويف كان ورك، يعني يمكن ان تعمل، يمكن ان يتم استخدامها في مجال الاتصالات. طبعا هو كان احد الكي نوت سبيكرز، يعني هو احد المتحدثين يعني من الكلمات الرئيسيه الموجوده في المؤتمر، وذكر بانه ابتداء من سنه 2011 لاحظ بانه يعني المعادلات التي تحكم عالم الاتصالات يمكن انه تدعم استخدام تقنيات المليمتر، يعني مليمتر ويفز اللي هي تتراوح ما بين 30 الى 30 جيجا هرتز. وبدا يعني سلسله من البحوث والدراسات والميجرمنتس، يعني القياسات، حصل على يعني فد رخصه من اداره مدينه نيويورك لانه يستخدم كل الرفوف او كل يعني سيلينجز، يعني كل السقوف في مدينه نيويورك ل يعني البنايات العاليه لنصب ما يسمى بالاكسس بوينتس او يعني نقاط الاتصال، وبدا ببث اشارات يعني لاسلكيه دايركشنال نون دايركشنال. وبمرور وقت استطاع ان يثبت بانه التقنيات المليمترية ممكن ان تعمل، ممكن ان تستخدم، وفضلا عن انه هي حتى وان كانت توفر الكثير من يعني
اللوس كثير من الاتينويشن، الا انه مع ذلك يمكن استخدامها في الباك هول يعني اللي هي الفيكست وايرلس، وكذلك ايضا يمكن استخدامها في الموبايل نتوركس. ويعني يعني منذ ذلك الوقت نشر الكثير من البحوث والدراسات، واحده من الاثنين كانت يعني البيبر المشهوره بانه مليمتر ويف فور 5G ات كان ورك، يعني يمكن ان تعمل، انها ستعمل، اثبت يعني بالدليل القاطع بانه الترددات المليمتريه يمكن ان تعمل في مجال الاتصالات. بعد الاعمال الكثيره اللي قام بها منذ ذلك اليوم، بدات الشركات العالميه يعني اخذ الامر بعين الاعتبار، وايضا يعني نجح في انه اضيفت الترددات المليمتريه الى ال 5G ستاندرد، يعني الذي اقر اخر شيء يعني الريليس 15 تم اصداره يعني سنه 2017 في شهر 12 يعني شهر ديسمبر، وايضا اضيف له يعني التعديلات النهائيه، بحيث انه تم اكتمال الستاندرد في شهر السادس 2018 يعني قبل شهر تقريبا. الان تحول المليمتر ويف او ال 5G من كونه هو مساله بحثيه يعني ريسيرش بروبلم الى انه هو انجينيرنج بروبلم، يعني تحول من ساحه الجامعات الى ساحه الشركات العالميه. اليوم الشركات العالميه لديها ستاندرد كامل يتعلق بال 5G، واللي هي من ضمنها يعني ترددات 3.5 جيجا هرتز، واللي هي تعتبر ترددات عاديه نفسها يعني سب 6 جيجا هرتز، وكذلك اكو عندنا 28 جيجا هرتز، وايضا ممكن انه يضاف لها 37 جيجا هرتز، وممكن 60، ممكن 73، يعني كل الترددات المحصوره ما بين 30 جيجا هرتز وال 300 جيجا هرتز ممكن انه تستخدم في الشبكات اللاسلكيه في المستقبل. الا انه الذي يعني المتفق عليه لحد الان هو فقط 3.5 جيجا هرتز، 28 جيجا هرتز، وممكن تكون 6 جيجا هرتز ايضا وياهن. يعني على العموم الأناسة في الناشونال سايز فاونديشن، مؤسسة العلوم الأمريكية، أدركت بأنه المليمتر ويف أصبح يعني موضوع مهم جدا يجب أخذه بعين الاعتبار، لكي تقوم بالتوفيق ما بين الجانب الصناعي والجانب الأكاديمي في الجامعات، قاموا بإنشاء هذا ما يسمى بالريسيرش كوردينيشن نتورك، اللي هي شبكة تنسيق البحوث. أسباب إنشاء هذه الشبكة، أولا لأنه مثل ما ذكرنا يعني هناك تردد كبير من قبل الشركات العالمية ومن قبل الجامعات في البحث في المليمتر ويف إلى حد سنوات قريبة جدا، لانه لم يكونوا يعرفون او لم يكونوا متاكدين انه هو ممكن ان يعمل. جاءت الـ NSF قالت بانه لا، احنا اقتنعنا بانه سيعمل، وبالتالي احنا نريد ان نقوم بتقريب الجانب الاكاديمي البحث العلمي من جامعات مع الجانب الصناعي من قبل الشركات، لكي يقوموا بالتفاهم فيما بينهم للوصول الى ستاندردز، الى مقاييس عالميه نستطيع من خلالها استخدام المليمتر ويف، اولا لتحقيق اعلى كفاءه، ثانيا لتقليل الكلفه الكليه، وثالثا لضمان يعني التأثيرات الصحية تكون إلى الحد الأدنى. يجب أن نحرص على أنه حتى وإن كانت الترددات المليمترية يعني عالية الطاقة ومركزة يعني الباور في اتجاه معين، يجب أن نحرص على أنه لن تؤثر على صحة البشر المستخدمين. وبالفعل يعني أول ما بدأوا هو دكتور تيد رابابورت، أول بحث من البحوث اللي نشرها هو أنه قام بدراسة شاملة على كل الترددات المليمترية، يعني ابتداء من 30 جيجا هرتز إلى 300 جيجا هرتز، واستخدام الدايركشنال انتناز اللي هي يعني الهوائيات الموجهه، وقام باختبارها على البشر، واثبت يعني ببيبر منشوره موجوده يعني ايضا راح اقوم بمشاركه الرابط الخاص بها، انه مهما كانت هذه الترددات المليمتريه مستخدمه في اي نوع من انواع الاتصالات، ما دامت الترانسميشن باور الطاقه المرسله هي اقل من المتفق عليه او على الاقل ضمن الحدود المتفق عليها من قبل الاف سي سي اللي هي الفيدرال كوميونيكيشن كوميشن الأمريكية، فإنها ستبقى أقل بستة مرات من الدرجة الخطرة على البشر التي تؤدي إلى التأيون الأيونيزيشن في خلايا الجسم الحي. فبالتالي أثبت يعني الخطوة الأولى أثبتنا بأنه الترددات المليمترية هي غير مضرة بالبشر المستخدمين. تمام. بعد ذلك أيضا مثل ما ذكرنا بدأ بمجموعة من الميجرمنتس القياسات يعني دراسات لمقدار الباندويث الذي يمكن استخدامه، مقدار الباور التي يمكن الإرسال بها، مقدار الدايركشناليتي اللي هي يعني الجين الأنتنة المرسلة والمستقبلة، وأيضا أثبت بأنه هي ممكن أن تعمل للشبكات اللاسلكية الثابتة والمتحركة. بعد ذلك بدأت يعني هذه الريسيرش كوردينيشن نتورك باجتماعات شبه سنوية. الاجتماع الأول كان 2016، الاجتماع الثاني كان 2017، الاجتماع الثالث كان شهر 1 2018، وقبل يومين كان الاجتماع الرابع يعني اللي هو يعني يعتبر هو الفورث ريسيرش كوردينيشن نتورك ورك جروب، اللي حصلت يعني في مدينه نيويورك في الولايات المتحده الامريكيه. طبعا يعني اجنده الاجتماع تضمنت يعني احداث استمرت ليومين، اليوم الاول ابتداء من الساعه 8 صباحا الى الساعه 6 عصرا، واليوم الثاني كانت فقط يعني من 8 صباحا وصولا الى الساعه 12 ظهرا. تضمنت يعني مجموعه من الكينوتس يعني اللي هي الكلمات الرئيسيه، مجموعه من الورك بانلز يعني اللي هي مجرد انه جلسه يقومون بها بدعوه مجموعه من الاكاديميين
ومجموعه من ممثلين عن الشركات اللي هي كوالكوم، انتل، اي بي ام وغيرها من الشركات الاخرى، لكي يجلسوا سويه يعني ويقوموا بالتحدث عن ما الذي وصلنا اليه في المليمتر ويف، ما الذي يمكن ان نقوم بعمله في المستقبل. واحده من المشاكل الرئيسيه اللي كانت تعاني منها الجامعات هو انه الاجهزه التي تستخدم في المختبرات ل يعني اجهزه المليمتر ويف او لاختبارات الاتصالات لاجهزه المليمتر ويف هي غاليه جدا. يعني اذا كنت تريد ان تقوم بشراء جهاز ارسال واستقبال مع يعني دايركشنال انتناز، يعني ممكن انه تتحكم باتجاه البث واللي هي عاده تسمى الفيز اري، هذه ممكن ان يصل سعرها الى يعني 100 الف دولار للجهاز الارسال الواحد والاستقبال الواحد، ممكن ان يصل سعرها الى يعني 250 الف دولار اذا كنت تريد منظومه يعني حقيقيه. فبالتالي كانت يعني العائق الرئيسي امام الكثير من الجامعات للبدء في العمل على المليمتر ويف كعمل حقيقي يعني مثل ما قام به الدكتور تيد رابابورت هو الجانب المادي. يعني اغلب الجامعات لا تمتلك هذا المقدار الكبير من يعني الاموال لكي تقوم بصرفها على اجهزه مختبريه لاختبار هذه الامور. ايضا يعني ساهمت الكثير من الشركات من عندها التكساس انسترومنتس، الناشونال انسترومنتس، الكوالكوم، الاي بي ام في توفير مختبرات يعني للجامعات المهتمه بها، يعني كانه عمل كوردينيشن يعني الاتفاق فيما بين هذه الجامعات. وفروا لهم اجهزه وبدا العمل المشترك ما بين الجامعات وهذه الشركات، وفعلا يعني وصلوا الى نتائج ممتازه جدا بحيث انه اثبتت انه في يعني مثل ما ذكرنا في السنه الاخيره اغلب الناس في العالم كانوا يعتقدون انه ال 5G لن يكون متاحا او متوفرا حتى سنه 2020، ولكنه في الحقيقه اكملنا الستاندرد سنه يعني الشهر السادس 2018. ايضا الكثير من الناس كانوا يشككون في انه المليمتر ويف يمكن ان تتضمن مع ال 5G، ولكن ايضا يعني اثبت هذا الشيء خطاه وجهود الباحثين في كل الجامعات العالميه وعلى وجه الخصوص يعني في امريكا اكثر شيء، امريكا والصين هم اكثر ناس عملوا على المليمتر ويف، اثبتوا انه يمكن ان تعمل المليمتر ويف في الشبكات اللاسلكيه الثابته والمتحركه. فبالتالي هذه الاجتماعات وهذا التعاون ما بين الجامعه والشركات الصناعيه اثبت يعني جدوى. ولحد البارحه يعني كانت اغلب الاسئله المطروحه هي هل انه مع اقرار الستاندرد اللي هو ريليس 15 من 3 جي بي بي، هل انه تحولت مشكله ال 5 جي من كونها مساله بحثيه الى كونها مشاكل صناعيه او مشاكل هندسيه يمكن الشركات ان تقوم بها؟ الجواب كان نعم الى حد ما. يعني صحيح انه الستاندرد اقر واغلب التفاصيل الخاصه بانشاء الشبكات من 5 جي تم الاتفاق عليها، الا انه هذا الشيء لا يعني نهايه دور الباحثين، الباحثين ما زال امامهم طريق طويل جدا لاكتشاف الكثير من المشاكل التي ستواجه التطبيق. يعني احنا نعرف انه كل الظروف المختبريه عاده تكون هي بيرفكت او يعني سيمي بيرفكت، شبه مثاليه. فالنتائج التي نستطيع التوصل لها في المختبرات هي عاده تكون بعيده جدا عن النتائج التي ستواجهنا في التطبيق العملي. فهنا الان احنا عندنا هواي شركات في امريكا وفي اوروبا وفي اسيا، يعني في الصين وسنغافوره، اليابان، كوريا، الان هم في طور يعني الكوميرشاليزيشن، يعني تحويل ال 5G من كون ستاندرد على الورق الى كونه منتجات حقيقيه تباع للناس في الاسواق. الان هذه المنتجات طبعا هي خضعت للكثير من البحوث والدراسات في الجامعات والمختبرات الاكاديميه، بعد ذلك خضعت للكثير من البحوث والدراسات في مختبرات هذه الشركات، ولكنه ايضا يعني اثناء التطبيق ستظهر الكثير من المشاكل، وعند ذلك ايضا يجب ان يكون هناك باحثين مستعدين لل يعني الاشتراك مع هذه الفرق وحل هذه المشاكل. فبالتالي يعني كان سؤالي الى الدكتور رابابورت اول البارحه انه هل تنصح الطالب الماجستير او الدكتوراه الذي يريد الان البدء في العمل في مجال الاتصالات انه يخوض في مجال المليمتر ويف، او انه تستوليت يعني الامر اصبح متاخر جدا، لم يعد هناك الكثير من الامور التي يمكن تطويرها. فكان كلامه بالنص الواحد انه جو اهيد، يعني بالعكس احنا نحتاج الكثير من الباحثين في مجال المليمتر ويف للعشر سنوات او 15 سنه المقبله، لانه هي ما زالت يعني علم جديد وما زالت هناك الكثير من الامور التي يمكن تطويرها في هذا المجال. فبالتالي هاي نصيحه من عندي الى كل الاخوه والاخوات الباحثين او طلاب الدراسات العليا او الذين يفكرون في الاشتراك في البحث العلمي او البدء في برامج الماجستير او الدكتوراه الخاصه بهم في المستقبل، انه يكون التركيز الرئيسي لهم هو على شبكات المليمتر ويف، لانه ترددات الاقل من عندها اللي هي سب 6 جيجا هرتز اللي هي اقل من 6 جيجا هرتز تقريبا وصلت الى مرحله الساتوريشن، يعني وصلت الى مرحله اصبح البحث فيها ممكن يعني يستغرق الكثير من الوقت مع القليل من التطويرات او التحديثات. اما يعني مجال ال 5 جي او المليمتر ويف اللي هو يتراوح ما بين 28 جيجا هرتز او 30 جيجا هرتز الى 300 جيجا هرتز، فهذه مليئه جدا بالاوبورتيونيتيز، الفرص
مناسبة جدا إلى نوعية التطبيقات المستقبلية اللي إحنا نفكر بها، اللي هي الإنترنت الأشياء أو الإندستريال إنترنت أوف ثينكس أو الفيرتشوال رياليتي، الأوجمانتيد رياليتي، كل أنواع التطبيقات اللي إحنا نفكر بها في المستقبل، الأوتوميتد كارز، الكونكتد كارز، هذني كلهن الفايف جي مع المليمتر ويف ممكن أن تكون يعني ممتازة وتحقق الكثير من الفوائد. طيب هذا هو مقدمة عامة عن اللي الشيء اللي تحدثنا عنه. طبعا ما راح اقوم بإعادة كل الكلام اللي تم ذكره في هذا المؤتمر، لانه انا شاركت اول البارحة والبارحة روابط البث الحي لهذه للاحداث المؤتمر، وايضا هنا انا راح يعني الان راح اقوم بوضع روابط اللي حصل في اليوم الاول واليوم الثاني. عندنا هنا في اليوم الاول كانت هذه هي الكينوت والبانل، هذه هي الاحداث اللي حصلت في اليوم الاول. بالنسبة للأخوة اللي يشاهدون لايف راح يكون هذا الرابط موجود عندكم، وبالنسبة للأخوة اللي يشاهدون التسجيل بعد ذلك أيضا راح يكون هذا الرابط موجود إذا كانوا يعني يقومون بمشاهدة التعليقات بشكل لايف، يعني لايف كومنتس. هذا الرابط اللي موجود يعني في الدقيقة 16 هو رابط اليوم الأول اللي تحدثوا بالكينوت سبيتشز والبانل. بعد ذلك أيضا في اليوم الأول نفسه أصبح عندنا ما يسمى بالبريك أوت، اللي هو تم تجزئة مجاميع العمل إلى عدة مجاميع حسب الاختصاص. المجموعة الأولى كانت اللي هي متعلقة بالهاردوير، المجموعة الثانية كانت متعلقة بالتست بيت، والمجموعة الثالثة كانت هي متعلقة بالسيجنال بروسيسنج والنتوركينج. فأيضا يعني هذا هو التسجيل، هذا الرابط اللي راح أقوم بإرفاقه الآن هو تسجيل اللي حصل في اليوم الأول أيضا اللي ما يتعلق بالجروبات المنفصلة مع بعضها البعض. يعني هو كان بث حي في وقته، وأيضا أنا نشرت الرابط الخاص بي، والان هذا هو الرابط يعني ايضا الموجود في اليوتيوب. هذا هو كانت يعني تقريبا ابرز احداث اليوم الاول. بالاضافه الى ذلك كان هناك ما يسمى بالبوستر سيشن او سيشنز، يعني مجموعه يعني جلسات عرض البوسترات، اللي هي عباره عن يعني البوستر عاده يكون هو فد شيء يعني مثل ما هو واضح، يعني فد لوحه كبيره مقسمه يعني بشكل طولي او عرضي الى مجموعه من الامور، توضح فقط الهايلايتس، يعني فقط ابرز الامور في البحوث اللي قام بها الطلبه والباحثين يعني الدكاترة والأساتذة في الجامعات، وحتى من الجانب الصناعي أيضا يعني كانت هذه موجودة في اليوم الأول. يعني كان هناك ثلاثة بوستر سيشنز، البوستر الخاص بي كان موجود في الجلسة الأولى، وأيضا يعني إن شاء الله بعد قليل راح أشارك لكم يعني صورة لهذا البوستر. طبعا بعض المعلومات بها ما راح تكون واضحة لأنه هي أنا غير مسموح لي حاليا مشاركة هذه المعلومات، لأنه هي ما زالت في طور البحث العلمي، وربما كانت يعني في طور يعني الريفيوينج وغيرها، لانه يعني ايضا راح اقوم بنشر مجموعه من الصور للبوسترات التي تم نشرها في هذا المؤتمر. ماذا تفيدنا هذه الصور للبوسترات اللي راح تم نشرها؟ طبعا ان شاء الله راح احاول انه اجاوب على هذه الاسئله كلها بعد انه نكمل الكلام استاذ ديفيد. الفرق او الفائده اللي راح نترجاها من نشر البوسترات في منشور مستقل ان شاء الله، هو انه معرفه هذه العناوين راح تمكننا من معرفه ما هي الامور اللي هي اب تو ديت، ما هي الاشياء التي يقوم الناس بدراستها حاليا، ما هي الاشياء التي يقوم الباحثين حول العالم بتداولها اليوم. هذا طبعا راح تكون مفيده جدا للباحثين كماجستير او دكتوراه، وايضا مفيده للمشرفين في عالمنا العربي والاسلامي والشرق الاوسطي او العالم الثالث، على مود لا يكون هناك جاب كبير بين البحوث الموجوده في الدول المتقدمه والبحوث الموجوده في دولنا الحاليه. لانه مثل ما ذكرت يعني في حديث مع دكتور رابابورت البارحه او اول البارحه، ذكرت له بانه يعني هل تشجع الناس على العمل في مجال المليمتر ويف؟ فقال لي نعم، راح نحتاج يعني باحثين في هذا المجال في العشرة او 15 سنه القادمه. الا انه للاسف راح نلاحظ انه بعد 20 سنه راح يبقى العالم العربي يشتغلون في مجال المليمتر ويف، بعد ما يكون هو انتهى وتحول من ريسيرش بروبلم الى انجينيرنج بروبلم. فهذا الشيء اللي احنا يعني نحاول انه دائما نخلي انه احنا وجودنا في الجانب الامريكي او الجانب الغربي على مود تكون جسر للتواصل، يعني نحاول انه في دائما نوضح لشبابنا العربي لاساتذتنا الموجودين في الجامعات العربيه ما هي الامور اللي هي اب تو ديت اللي هي مستخدمه اليوم حاليا. لانه تلاحظ انه اغلب الباحثين في العالم العربي يعانون من صعوبه قبول بحوثهم في المؤتمرات الدوليه والمجلات الدوليه لسببين رئيسيين. اولا لانه اللغه الانجليزيه ضعيفه جدا، وعاده تكون اغلب البيبرات مليئه بالاخطاء الاملائيه والقواعديه الى درجه يعني تجعل الريفيورز يرفضونها مباشره حتى اذا كانت تحتوي على قيمه علميه. طبعا السبب الثاني هو يعني افتقار اغلب الجامعات الى مختبرات جيده والى ادوات كافيه لتطوير بحوث حقيقيه ممكن انه يتم قبولها في هذه الجامعات او المؤتمرات. الهدف الرئيسي ايضا هو الفارق الفجوه الكبيره ما بين البحوث اللي احنا نطرحها اليوم والبحوث اللي موجوده في العالم.
يعني اغلب الطلبه الدكتوراه والماجستير اللي اتصلوا بي عن طريق الفيسبوك او عن طريق المدونة او اليوتيوب واللي هم قاعد يشتغلون اليوم، بعضهم لحد الان يشتغلون على الفور جي او الثري جي او تطويراتهم او تعديلاتهم، مع العلم انه العالم يعني شبه اكملنا الفايف جي ومتجهين نحو السكس جي. يعني اللي طبعا ايضا راح يكون ان شاء الله عندنا حديث بعد قليل عن الامور اللي ذكروها عن السكس جي اللي هو السكس جنريشن اوف وايرلس كوميونيكيشنز، الجيل السادس. عندنا باحثين في العالم العربي ما زالوا يشتغلون على 3 جي وال4 جي، والعالم اكمل الفايف جي او على وشك انه يكمل الفايف جي ويتجه نحو السكس جي. فبالتالي هذا الجاب الكبير بين بحوثنا وبحوثهم هو اللي قاعد يسبب يعني كون الرانك الدولي لجامعاتنا قليل جدا، النوعيه الكواليتي البيبرز المنتجه في جامعاتنا العربيه والاسلاميه ايضا ضعيف جدا، لانه مثل ما ذكرنا الجاب كبير، نوعيه اللغه المستخدمه ضعيفه، وايضا يعني بسبب عدم توفر المختبرات والمراكز البحثيه الحقيقيه اللي ممكن انه توازي المراكز البحثيه التي راح يعني جاري يصرف عليها ملايين الدولارات في كل دول العالم من اجل انتاج بحوث حقيقيه تخدم الصناعه وتخدم تطور العلم. طيب، جدول الاجتماع تحدثنا عنه، ذكرنا نشرنا الروابط اللايف الخاصه بهذه التسجيلات، تحدثنا ايضا عن البوسترز اللي تم طرحها. الشيء الرئيسي اللي حبيت انه ايضا اركز عليه هو انه ترددات المليمتر ويف اللي اقرت في ال5G حاليا، مثل ما ذكرنا ال5G هو 6 جيجا هرتز و 3.5 و 28 جيجا هرتز. ال 28 جيجا هرتز هي تكنيكالي هي لا تعتبر مليمتر ويف، لانه المليمتر ويف تبدا من 30 الى 300، الا انه ال 28 جيجا هرتز اعتبرت يعني بشكل يعني متفق عليه بين الناس انه اوكي 28 هي تعتبر ايضا مليمتر. على فرض انه اوكي 28 جيجا هرتز هي مليمتر ويف، هي تم تضمينها ضمن ال 5G، الا انه في المستقبل حاليا هناك بحوث عن ال 35 او 36 جيجا هرتز، اكو على ال 73 جيجا هرتز، اكو على ال 100 جيجا هرتز، 90 جيجا هرتز، 120، 140، 160، الى مثل ما ذكرنا الى 300 جيجا هرتز. كل هذه الترددات هي يعني كل واحده منها اكو لها مميزات خاصه من ناحيه يعني علاقتها بالظروف الجويه، من ناحيه الباندويث المتوفر فيها، من ناحيه قوه الاشاره المستلمه، ومن ناحيه التطبيقات الخاصه بها ايضا. يعني ما نتوقع انه الترددات اللي هي 73 جيجا هرتز راح تستخدم بنفس التطبيقات المستخدمه فيها ترددات 140 جيجا هرتز، كل واحده منها راح يكون لها تطبيقات معينه. الشيء المهم ايضا اللي لازم يركز عليه الباحثين والمشرفين او الاساتذه في الجامعات العربيه الان هو انه ابرز مشكله تواجه ال 5G وال 6G في المستقبل هو الكيلر اب، هو التطبيق الاهم الذي سيكون هو المحدد او لنجاح او فشل هذه الستاندردز او التقنيات. حاليا اغلب الشركات العالميه صحيح هم عندهم يعني الستاندرد 5G موجود ويستطيعون اليوم البدء في يعني ببناء الاجهزه والمنظومات لاحلال ال5G، الا ان التخوف الرئيسي في اغلب الشركات العالميه هو من فشل ال5G. يعني اذا لم تستطع ان تقنع المستخدمين بان التطبيقات التي يقدمها ال5G هي تطبيقات حقيقيه ومفيده وتستطيع ان تغير حياته في مقابل دفع يعني اموال اضافيه، طبعا اذا لم تستطع اقناع المستخدم بهذا الشيء فسيفشل المشروع، واذا فشل المشروع فكل الاستثمارات التي وضعت في سبيل انجاح ال5G في العشر سنوات الاخيره كلها راح يعني تبوء بالفشل، راح تنتهي يعني في القمامه مثل ما يقولون. لانه الان يعني الداعمين لل 3G او 4G يقولون بانه احنا استطعنا انه نسوي لايف ستريمينج، استطعنا ان نسوي انترنت اوف ثينجز، الاندستريال انترنت اوف ثينجز، انترنت اوف ايفريثينج، فيرتشوال رياليتي، اوجمنتد رياليتي، كل هذه الامور استطعنا انه نسويها بال 4G وال 4G بلس، يعني تطورات على ال 4G، فلماذا نحتاج 5G مثلا؟ هنا الشركات لازم تكون حذره جدا، اولا يعني قبولها لل 5G ويعني تحويل اجهزتها والستاندرات الخاصه بها الى 5G يحتاج اقناع كبير جدا من قبل الجامعات انه it will work، يعني سينجح. فهذا الشيء اللي قاعد تشتغل عليه الكثير من الجامعات في العالم اليوم والكثير من الباحثين، هو كيفيه اقناع الشركات العالميه انه ال 5G سينجح. وطبعا مثل ما ذكرت يعني تيد رابوبورت وزملاء روبرت هيث، بقيه الجامعات او بقيه الباحثين في امريكا نجحوا الى حد كبير جدا في اقناع اغلب الشركات العالميه انه 5G will work. تمام، الان انتهى الجزء الاول من المشكله. المشكله الثانيه هو انه كيف تحصل على التطبيقات يمكن ان تغير حياه البشر ويمكن يعني تطبيقها او استخدامها من يعني من استخدام ال 5G. هذه طبعا لحد الان مثل ما ذكرت مشكله موجوده تواجه الجامعات تواجه الشركات، وهي فرصه بالنسبه للباحثين حول العالم، فرصه للمبرمجين، فرصه للمطورين، انه شلون تقدر تبحث عن فتطبيق معين من المستحيل انه يشتغل على ال 4G،
ولكنه من السهل جدا يشتغل على 5G مع المميزات اللي يوفرها 5G. هنا راح يكون عندك فرصه كبيره جدا انه تبدا ما يسمى بالستارت اب، تبدا العمل الخاص بك، تبدا رياده الاعمال، تبدا البزنس الخاص بك. ويعني بما انه الحديث اخذنا الى الستارت ابس، البارحه الدكتور روبرت هيث اللي هو يعني احد الكينوت سبيكرز، هو اللي هو مثل ما ذكرنا يعني هو يعتبر الجاد فادر يعني العراب للمليمتر ويف، هو اللي اوجدها وهو اللي دخلها في مجال الصناعه يعني بعد ما كانت هي يعني محصوره فقط في الجانب العسكري. سالوه قالوا له بانه هل هناك فرص لبدء بستارت اب بمجال المليمتر ويف؟ فابتسم هو ضحك قال طبعا انتم اللي تعرفون عني انه انا بروفيسور في جامعات، اشتغلت يعني في يونيفرسيتي اوف تكساس اوستن، واشتغل في نيويورك يونيفرسيتي وغيرها من الجامعات الاخرى. لانه هو هذا الشخص نفسه هو يعني كبروفيسور في الجامعه بدا 3 ستارت ابس، يعني ثلاث اعمال، يعني قام بانشاء 3 شركات صغيره بداها من الصفر، يعني بافكار جاء بها يعني ككونه يعني بروفيسور في الجامعه ومختص بالاتصالات. الشركه الاولى باعها الى يعني الشركات الكبرى، طبعا الشركه الاولى باعها بمبلغ 5 مليون دولار، الشركه الثانيه باعها بمبلغ 40 مليون دولار، والستارت اب الثالث اللي هو ايضا قام به باعه بمبلغ 3 مليار دولار، يعني 3 بليون دولار. طبعا ممكن تكون ارقام يعني مخيفه بالنسبه للبعض، ولكن نعم يعني هو كان يبتسم البارحه عندما يتحدث، قال بانه there is always a chance to build your startup، يعني دائما هناك فرصه انه تبدا الستارت اب الخاص بك، لانه مثل ما ذكرنا يعني هو بروفيسور في الجامعه ويشتغل في بحث علمي، ولكنه في نفس الوقت نجح في انشاء 3 شركات صغيره، ويعني قامت بشرائها 3 شركات كبرى بمبالغ مثل ما ذكرنا 5 مليون 40 مليون و3 مليار. فبالتالي يعني المساله دائما مفتوحه، والان هو يعني انسب وقت للبدء بالستارت اب الخاص بال5G او بالمليمتر ويف. يعني اذا نجحنا اليوم في انشاء هذه الامور والحصول عليها، اعتقد انه يعني هو مثل ما ذكر today is the perfect time، بعد شهر بعد سنه او سنتين it will be too late. يعني الناس اللي هم يفكرون انه يبداون اليوم بالستارت اب الخاص بهم الخاص بال5G راح يكون هذا انسب وقت بالنسبه لهم. ما هي الامور اللي يعني ما هي الاشياء التي تستطيع البدء بها بال5G او يعني ستارت اب؟ مثل ما ذكرنا امور كثيره، الان الشركات الكبرى قاعد تصنع لك الشيبس اللي هو يعني السيليكون او الار اف شيبس الخاصه بال5G، بعد ذلك تصنيع الاجهزه او توزيع الاجهزه او ايجاد الابلكيشنز الكلر اب لهذه التطبيقات مثل ما ذكرنا هو يعتبر الشيء الرئيسي الذي ممكن انه يستطيع يعني الناس المهتمين البدء بالستارت اب الخاص بهم بهذا المجال. المفاجاه الاخيره اللي حبيت انه اتحدث عنها، مثل ما ذكرت انه كان هناك بوستر سيشن، والبوستر سيشن طبعا هو يتم عرض البوسترات، وكل شخص يعني كل اوثر كل مؤلف او كل باحث يقوم يعني الوقوف الى جانب البوستر الخاص به، ويبدا يعني الناس من الاندستري ومن الاكاديمي يعني يقومون ب يعني تصفح هذه البوسترات ويعني سؤال الباحثين عن الافكار الخاصه بها. فطبعا التقينا الكثير من الاقتراحات والاسئله والاستفسارات عن البوستر الخاص به، لانه كان هناك شخص يعني كان يعني مهتم بالبحث اكثر من غيره. طبعا هناك يعني كان هناك نيم تاج يعني اسم موجود يعني معلق على صدر كل واحد من الموجودين، هذا الشخص كان اسمه علي. بعد السؤال اتضح انه هو دكتور يعني عنده بي اتش دي في الاتصالات، اكمل الدكتوراه الخاص به في تركيا، الا انه حاليا هو تدريسي في احد الجامعات الامريكيه. بعد ما سالني عن البحث وبعد ما سالني عن البوستر والنتائج اللي حصلناها لحد الان والطرق اللي استخدمناها في الحصول على هذه النتائج، يعني كانه احب الموضوع، فقال لي بانه انت من اين بالاساس؟ فقلت له بانه انا من العراق. من وين بالضبط بالعراق؟ من مدينه ميسان، مدينه العماره يعني في محافظه ميسان. اين اكملت الجامعه؟ اكملت الجامعه في جامعه البصره في الجنوب. فقال لي هل هناك يعني من زملائك او الاشخاص اللي تعرفهم من جامعه البصره ناس هم بنفس المستوى يعني لهم نفس الاهتمامات ونفس الطموحات ونفس الامكانيات؟ فقلت له بانه انا اكملت الجامعه في البصره يعني سنه 2010، 2007 كانت البكالوريوس و2010 كانت الماجستير. في ذلك الوقت انا كنت متاكد 100% انه خريجي البصره هم اناس يعني يعتد بهم يعني على مستوى عالي من الكفاءه العلميه، الا انه بعد ذلك لا اعرف ما الذي حصل. فطبعا كان هذا هو يعني الرد الاولي، بعد ذلك عندما لاحظت اهتمامه بالموضوع قال لي بانه احنا مهتمين انه نسوي ريكروتنج، يعني انه ندعو طلبه انه يكملون البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه الخاصه بهم في جامعتنا للعمل على عده مواضيع اللي هي من ضمنها يعني المشين ليرنينج، الديب ليرنينج، الارتفيشال انتليجنس، وكذلك الذكاء
المليمتر ويف او ال5 جي او الاتصالات بصوره عامه. فهل لديك مجموعه من الناس اللي هم مهتمين بهذا المجال الذي تستطيع ان تعمل ريكومنديشن لهم؟ يعني هل هناك مجموعه من اصدقائك اللي انت تعرفهم جيدا وتعرف امكانياتهم واللي تستطيع أن من خلالك انه تسوي لهم ريكومنديشن واحنا راح نسهل لهم عمليه القبول؟ طبعا هنا انا متاكد راح تكون هناك الكثير من الاسئله. القبول في الجامعات الامريكيه هو ليس بالصعوبه التي يتصورها الكثيرون، ولكنه ايضا ليس سهل. هذا الدكتور اللي هو يعني دكتور مثل ما ذكرنا دكتور اصلا تركي، ولكنه حاليا هو بروفيسور في جامعه امريكيه. طبعا ما راح اذكر اسم الجامعه لانه راح اتركها فقط للناس المهتمين بهذا المجال، واللي يعني بعد ما اذكر التفاصيل اذا كان هناك اشخاص مهتمين بهذا الموضوع يستطيعوا مراسلتي على الخاص وانا راح اعطيهم بقيه التفاصيل. هذا البروفيسور التركي اللي هو حاليا استاذ في جامعه امريكيه، الان هو يعني مثل ما ذكر هو يعني تدريسي جديد في هذه الجامعه، يحاول ان يعمل ريكروتنج، يعني يقوم ب جذب الباحثين من كل دول العالم للعمل على مواضيع معينه. طبعا هو عنده الكثير من الافكار اللي موجوده في باله، وقام بنشر هذه الافكار على الصفحه الرسميه الخاصه به في موقع الجامعه. الذي يحصل الان انه اذا كان هناك طالب مهتم بهذا الموضوع راح يدخل الى موقع الجامعه، يقرا المتطلبات، يقارنها مع الامور الخاصه به. طبعا هو هذا البروفيسور يعني اعطاني الايميل الخاص بي، قال بانه الشخص المهتم بهذه الامور اتمنى انه يرسل لي السي في الخاص بي، السي في اللي هو الكوريكولوم فيتاي اللي هي يعني السيره الذاتيه الخاصه بي، تحتوي على طبعا على التفاصيل الشخصيه لهذا الشخص والشهادات اللي محصلها، ايضا يعني يفضل انه ترفق وياها الترانسكريبتس اللي هي شهادات البكالوريوس اللي حصلتها، الشهادات الاخرى الاضافيه، ايضا شهادات الخبره، المهارات اللي تمتلكها. بعد ذلك هذا الدكتور راح يقوم بدراسه هذه السي فيز، اذا اقتنع بها الى حد ما طبعا اما راح يعتمد على الريكومنديشن الخاصه بي لانه هو طلب من عندي هذا الشيء، او راح يعتمد على انه يقوم بعمل مقابله سكايب يعني فيديو مع هذا الشخص المرشح. اذا اقتنع بهذا الشخص وشاف انه امكانياته ومؤهلاته جيده، وبعد ذلك راح يقوم بتحويل اوراقه الى ما يسمى بالسي اي اللي هو سنتر اوف انترناشونال ايدوكيشن في الجامعه المعنيه، يعني في الجامعه اللي تابع لها هذا البروفيسور. هذه الجامعه طبعا راح تقوم بمخاطبه يعني الهوملاند سكيورتي او الجهات الامنيه الموجوده في الولايات المتحده الامريكيه للبدء باجراءات يعني الفيزا. طبعا راح يقومون بارسال فد اوراق معينه الى الطالب اللي هي قد تكون الاي 20 او الدي اس 2019. هذه الاوراق من خلالها يستطيع الطالب بعد ذلك التقديم للحصول على يعني الفيزا اللي هي سمه الدخول الى امريكا. بعد ما يبدا هذه الاجراءات، وطبعا لانه يكون مدعوم ب اوراق قادمه من الجامعه بحيث انه السفاره راح تعرف انه الشخص الفلاني يريد الحصول على فيزا او سمه الدخول الدراسيه للجامعه الفلانيه للمده الفلانيه للاسباب الفلانيه، كل هذه الامور راح تكون موجوده في هذه الدي اس 2019 او الاي 20 اللي راح تقوم بارسالها الجامعه. طبعا هذه مثل ما ذكرنا كل هذه الامور تحصل بعد ان يقتنع المشرف بامكانياتك ومؤهلاتك، وبعد انه يقوم بعمل يعني مقابله فيديويه معك اونلاين، يعني يستطيع من خلالها معرفه ما هي الامور التي تمتلكها، ويعني يتاكد بنسبه 100% انه انت راح تكون طالب ممتاز راح تخدم العمل الذي يقوم به. بعد ذلك طبعا مثل ما ذكرنا يعني تستلم الاوراق الخاصه بك، تقوم بالمقابله في السفاره للحصول على سمه الدخول، ثم يعني تاتي الى امريكا. هنا أنا طبعا اغلب الاحيان راح يكون احد المتطلبات يعني في الجامعات الامريكيه، اعتقد هو اغلب الجامعات الامريكيه تطلب ما يسمى بالجي ار اي اللي هو الجراجويت ريكورد اكزام، بالاضافه الى شهاده التوفل او الايلتس اللي هي شهادات اللغه. يعني الجي ار اي هو ايضا احنا شرحت عنه بشكل يعني هذه كل الاختصاصات، طبعا كل الاختصاصات انا قاعد اتحدث كمثال على هندسه الاتصالات او الشبكات او الحاسبات او تقنيات الحاسبات، ولكنه هذا الشيء هو ينطبق على كل الاختصاصات الاخرى. ايضا مثل ما ذكرنا يعني اضافه الى شهاداتك خبراتك كفاءاتك، ايضا المطلوب من عندك هو شهاده التوفل او الايلتس وشهاده الجي ار اي، وهذه ايضا طبعا متطلباتها تختلف من جامعه الى اخرى، من قسم الى اخر، من اختصاص الى اخر، وايضا كلها موجوده في الموقع الرسمي اللي من خلاله تقدر تقدم على الجامعه. هذه الامور طبعا بعد ما تصل، يعني اذا كنت حاصل على الجي ار اي والتوفل وكل هذه الامور راح تبدا العمل في المختبر. طبعا راح تعمل بصفه اما جراجويت ريسيرش اسيستنت او جراجويت تيتشنج اسيستنت، يعني اما باحث مساعد او مدرس مساعد في الجامعه. بعد ما تبدا العمل في الجامعه طبعا يعني راح يكون عندك فد مهمات معينه، انه تقوم بالبحث في المختبر او تقوم بمساعده المدرس في التدريس، يعني لانه احنا عندنا لكل ماده اكاديميه موجوده هناك ما يسمى بالتي اي اللي هو تيتشنج اسيستنت، اللي هو يقوم مثلا يعني بتصحيح اوراق الواجبات الهوم وركس او تصحيح اوراق الامتحانات او
الإشراف على الامتحان أو مراقبة أو غيرها من الأمور الأخرى، يعني أو الإشراف على المختبرات وهذه الأمور الأخرى البقية. فأنت راح تكون أيضا يعني أنت موظف في الجامعة وفي نفس الوقت أنت طالب. هذه ممكن أنه تخدم طلبة الماجستير أو طلبة الدكتوراه. طبعا هناك يعني منح تعطى فقط للماجستير ومنح تعطى فقط للدكتوراه. أغلب الأحيان أغلب اللي يأتون إلى الجامعات الأمريكية من أغلب دول العالم هو اوريدي يمتلك فقط البكالوريوس، فأنت مجرد أنه تحتاج البكالوريوس بعد ذلك إذا جئت، أما أنه تدخل مباشرة إلى الدكتوراه أو تدخل إلى الماجستير وبعد ذلك تفكر بالدكتوراه. هذه الفكرة، هذه الفرصة موجودة طبعا، وإحنا التقينا بالكثير من الناس الموجودين هنا في أمريكا، يعني هم يعني حتى من الدول العربية يعني الدول الإسلامية من إيران، أفغانستان، باكستان، الهند، فلسطين، الأردن، السعودية، مصر. أغلب الناس اللي التقينا بهم هم أيضا يأتون بهذه الطريقة، يعني ما يعني نادرا ما تجد أشخاص هم يأتون بنفس الطريقة اللي موجودة في الدول العراقية مثلا. الدول العراقية تقوم بتوقيع عقد مع الطالب، يقوم هو بالدراسة فقط على حساب الدولة، يعني الدولة هي اللي تقوم بدفع التيوشن ودفع الهيلث انشورنس وغيرها من الأمور الأخرى، وعندما يرجع يكون يعني مضطر أنه يعمل في الدولة يعني للإيفاء بالتزامات العقد، لأن هذا الشيء غير موجود في أغلب دول العالم الأخرى. وأيضا هذه دعوة حتى للأخوة العراقيين، الأخوة والأخوات العراقيين وبقية الناس في الدول العربية للاستفادة من هذه الفرص. هنا طبعا أجانا في السؤال قبل مدة أنه ما الذي تستفيده الجامعات عندما تقوم بدفع الأجور الدراسية وعندما تقوم بمنح يعني سمة الدخول إلى أمريكا وإعطاء راتب شهري وضمان صحي وضمان ضمانات أخرى. الفكرة أنه هي يعني mutual interest، يعني هو فائدة متبادلة، أنت راح تحصل شهادتك ولكنه في نفس الوقت أنت راح تكون يعني عامل في هذه الجامعة، راح تكون موظف في هذه الجامعة، راح تعمل كمثل ما ذكرنا يعني كمدرس مساعد أو باحث مساعد، راح تعمل في يعني المختبرات الخاصة لهذه الجامعة، فبالتالي هو يعني منفعة متبادلة، أنت الجامعة راح تستفيد من عندك لأنه أنت راح تكون موظف عندها، وطبعا راح تدفع لك أجور أقل من الأجور اللي تدفعها للموظفين الآخرين، يعني أصحاب الشهادات الأعلى أو أصحاب الكفاءات الأعلى. وفي نفس الوقت انت راح تستفاد انه تكمل شهادتك يعني في جامعه يعني مرموقه او معترف بها او شهادتها يعني ممتازه في سوق العمل. وايضا يعني بالنسبه لاغلب الناس اللي ياتون من بقيه الدول، هذه راح تكون هي المفتاح للبقاء في امريكا، مفتاح للحصول على عمل والبقاء في امريكا اذا كانوا هو قادمين بهذه الطريقه. اما اللي ياتي مثلا يعني مربوطا بعقد مع الحكومه التي قامت بارساله او ابتعاثه، فهذا من الصعب جدا انه يحصل على عمل، لانه هو مجبور بعد اكتمال الدراسه انه يرجع الى بلده والايفاء بالتزامات العقد. فمثل ما ذكرت يعني يعني كسم اب يعني على مود نلخص الكلام اللي تحدثنا عنه، ريسيرش كوردينيشن نتورك هو فكره جميله جدا، اتمنى انه في بلداننا العربيه والاسلاميه انه يكون هناك فد يعني شبكه اتصالات او تعاون ما بين الجامعات والشركات والصناعات، لانه هذه الشركات راح تقوم بجلب كل المشاكل الحقيقيه اللي تواجهها في يعني سوق العمل واعطائها للجامعات، وطبعا ايضا راح تمنح فند معينه للجامعات في مقابل حل هذه المشاكل. هذا الفند ايضا راح يتم دفع اجور الطلبه من عنده واجور المختبرات وجزء من عنده يروح الى الجامعه. فبالتالي يعني العلم في اغلب دول العالم هو استثمار، يعني على قد ما تقوم باعطاء يعني للبحث العلمي على قد ما تحصل يعني عائدات، وهذه العائدات طبعا راح تكون مثل ما ذكرنا يعني هي الفائده للكل، الشركات مستفيده لانه تحل مشاكلها، الجامعات مستفيده لانه قاعد تستقطب طلبه وتنتج فد اشياء معينه وترجع العائدات الفائضه يعني الى رئاسه الجامعه او المؤسسين لهذه الجامعه، الطلبه ايضا يعني مستفيدين لانه راح يكملون الماجستير او الدكتوراه الخاصه بهم. فبالتالي يعني هذه فرصه جميله جدا انه للاخوه والاخوات الباحثين انه ياخذوها بعين الاعتبار. اخيرا الشيء اللي حبيت انه اتحدث عنه يعني او اذكره انه ال 5G الان شبه اكتمل كستاندرد بالنسبه للاخوه الباحثين في هذا المجال، يفضل انه يركزون على المشاكل العمليه اكثر من المشاكل النظريه. الامور اللي اقرت في الستاندرد من الصعب جدا تغييرها في المستقبل، الا انه مثل ما ذكرنا مع ظهور المشاكل العمليه راح تظهر عندنا الكثير من الفرص والاوبورتيونيتيز للباحثين في الماجستير والدكتوراه. اتمنى انه يكون هذا الكلام مفيد للجميع ان شاء الله، وراح ابدا ان شاء الله سارجع على نفس التعليقات للاجابه على الاسئله او الاستفسارات الموجوده اذا ان وجدت يعني. وايضا يعني بالنسبه للاخوه والاخوات مثل ما ذكرنا اتمنى مشاركه الرابط لتعميم الفائده، واذا كان هناك اي سؤال عن الامور اللي تحدثنا عنها او الامور اللي ما تحدثنا عنها يعني وتحبون انه نتحدث عنها في الدقائق المتبقيه، فايضا انا راح اكون مسرور للاجابه عنها. تقدرون تتركون هذه التعليقات في او هذه الاسئله في التعليقات. هسه حاليا عندنا بالنسبه للتعليقات لحد الان
واضح واضح، اكسلنت. ايضا بالنسبه للاخوه اللي ينضموا لنا يعني متاخرين، احنا كان حديثنا اليوم عن الار سي ان اللي هو ريسيرش كوردينيشن نتورك، اللي تقوم على يعني دعمها هي الناشونال ساينس فاونديشن. وايضا يعني قبل لا انسى، هذا هو الرابط الرئيسي لي يعني الصفحه اللي من خلالها يتم نشر كل النشاطات الخاصه بهذه المؤسسه، واللي هي ايضا يعني مرتبطه بشكل ما بجامعه ويسكونسن ماديسون مليمتر ويف. هذا هو ايضا الرابط يعني تم نشره حاليا في التعليقات. الان اتمنى انه اقدر اشوف التعليقات كلها. كلير كلير. مثل ما ذكرنا ايضا نشرنا رابط الفيديوهات للتسجيل الحي لهذا الار سي ان ريسيرش كوردينيشن نتورك اللي تحدثنا عنه. استاذ ديفيد، ما هو الفرق بين هايبر والفلتر ريزد؟ اذا كنت تتكلم عن البيم فورمينج، فايضا هناك يعني واحده من تسجيلات الفيديو اللي موجوده هسه حاليا، هو مثل ما ذكرنا تحدث عنها هو هذا الشخص المؤسس للمليمتر ويف، وايضا تحدث عن انه البيم فورمينج ممكن انه يكون انالوج بيم فورمينج، ديجيتال بيم فورمينج، او الهايبر، او اللي هو يعتبر هو الميكست يعني ما بين الديجيتال والانالوج. سابقا كان البيم فورمينج يتم عن طريق الانالوج لانه مثل ما نعرفه بطيء جدا. حاليا الهدف الاسمى اللي هو نطمح انه نوصل له هو الديجيتال بيم فورمينج، الا انه يعني بناء شبكه كامله او يعني بيس ستيشن تتكون من 128 او 256 انتنه كلها ديجيتال، راح هذه تكون يعني حاليا في ظل يعني الفيزيكال ليميتيشنز شبه مستحيله، لانه راح تنتج الكثير من الطاقه والكثير من الحراره ايضا، وحصرها كلها في مساحه صغيره جدا راح تكون يعني كانه مرجل بخاري تنفجر في اي لحظه. فحاليا في ظل يعني الليميتيشنز مثل ما ذكرنا الفيزيكال ليميتيشنز والالكترونيك ليميتيشنز، من المستحيل بناء بيس ستيشن تحتوي على 128 او 256 انتنه كلها ديجيتال. ممكن في المستقبل اذا كان هناك تطورات في جانب الار اف يعني هاردوير، الا انه حاليا الشيء الذي هو شبه متفق عليه هو انه هايبريد، يعني جزء منه راح يكون هو الانالوج وجزء منه راح يكون ديجيتال. وايضا يعني اذا تحب انه اعطيك يعني البيبر اللي تبين المعماريه الهايبريد المستخدمه حاليا بال 5G او اللي اتفق عليها في الستاندرد، ايضا راح اكون مسرور انه اترك لك اياها في التعليقات او يعني على الخاص ان شاء الله. الهايبريد او الفلتر ريس مثل ما ذكرنا احنا يعني مثل حاليا يعني كبيم فورمينج اكو عندنا الهايب الميكس ما بين الديجيتال والانالوج هو الشبه متفق عليه. بالنسبه لبقيه هاي فروم الجيريا، اهلا وسهلا استاذ كريم. الاختصاص اللي دا تتكلم عنه مثل ما ذكرنا يعني كاختصاص الجلسه ككل هو اتصالات بصوره عامه، ال 5G بصوره خاصه، المليمتر ويف في ال 5G بصوره اكثر تفصيلا. كل اللي تحدث عنه هو مجرد تلخيص للريسيرش كوردينيشن نتورك سيشن اللي حضرت فيها في اليومين الماضيين، واتمنى انه ان شاء الله راح يكون هذا التسجيل يعني متاح بالفيسبوك، وراح ايضا راح اقوم بنشره في اليوتيوب. بالنسبه للاخوه اللي فاتهم يعني البدايه هو الذي تحدثنا عنه في البدايه راح يكون ان شاء الله متوفر للجميع وممكن الرجوع له. وايضا يعني اذا كان هناك اي اسئله لن يتاح لكم يعني تركها في التعليقات اليوم في هذه الجلسة، أيضا ممكن أنه تترك في التعليقات على الفيديو في الفيسبوك أو اليوتيوب، وإن شاء الله راح نجاوب عنها في المستقبل. عفوا، حسابك باسم أحمد عصام. لا أعرف إذا كان هذا الكلام هو موجه لي أو لا، بس أنا ما عندي أي حساب ثاني، يعني كل الحساب الوحيد اللي عندي هو مصطفى صادق، وأيضا هناك مصطفى صادق العلمية يعني صفحة مصطفى صادق العلمية. ودونة مفيدة جدا، شكرا جزيلا. ماذا تقصد؟ لم أفهمك، أقصد اسم حسابك. لا أعرف إذا كان هذا يعني عبارة عن يعني conversation بين اثنين من المتابعين، ولكن على كل حال شكرا جزيلا لكم. مثل ما ذكرنا هذه الروابط كلها اللي نشرناها هي يعني اللي تحدثنا عنها. ممكن تكتب بوست بالمواضيع اللي ذكرتها تفاصيل كل توبيك من اجل الدراسات العليا. استاذ حسام، اذا كنت تقصد الفرصه اللي تحدثنا عنها يعني في جامعه امريكيه للطلبه المهتمين بالدراسات العليا في امريكا، فهذه مثل ما ذكرت يعني الناس المهتمين بهذا الموضوع يعني ممكن انه يرسلوا لي السي في الخاص بهم ومعلوماتهم الخاصه بهم، ويعني بعد ذلك انا استطيع اعطائهم التفاصيل واقوم بكتابه يعني ايميل ريكومنديشن للدكتور صاحب هذه الفكره. اما نشرها على العام فممكن انه يساء يعني استخدامها، لانه الدكتور يعني اللي عرض هذه الفرصه وثق بي انه اقوم بترشيح الناس اللي هم مؤهلين لهذا الشيء. اذروايز يعني بخلاف ذلك ممكن انه تبحث اون لاين وتجد يعني متطلبات كل الدراسات العليا وتفاصيلها موجوده يعني. واما بالنسبه للدراسات العليا في امريكا يعني بشكل خاص او بشكل عام يعني
فأيضا طرحنا أو نشرنا مجموعة من الفيديوهات والبوستات على الفيسبوك قبل مدة تشرح تفاصيل هذا الموضوع، ممكن أنه ترجع له وشوفها. يعني كان هناك يعني منشور شاركته من الأخ حسن هادي، واللي هو يوضح كل الخطوات اللي من خلالها تستطيع إكمال الدراسة في أمريكا بشكل مجاني. يعني مجاني نقصد به أنه تستطيع العمل في الجامعة، وتستطيع يعني تستلم راتب من الجامعة، وكل الأجور الدراسية راح تكون مدفوعة لك من قبل الجامعة أيضا، وأيضا يعني هناك ضمان صحي وغيرها من الأمور الأخرى. ولكن مثل ما ذكرنا كل هذه الأمور تتطلب في البداية أنه تمتلك المهارات الخاصة أو يعني الشهادات توفل أو آيلتس وجي آر إي. بارك الله بك. بخصوص تقديم الجامعات الأمريكية للماجستير، شنو المتطلبات؟ أستاذ يزن مثل ما ذكرت يعني هو أنا ما أعرف أنه قبل قليل يعني جاوبت على هذا السؤال، وأيضا جاوبنا عليه في الفيديوهات السابقة. يعني المتطلبات بصورة عامة هي اللي ذكرناها في المنشورات السابقة، بصورة خاصة إذا كنت يعني مهتم في مجال الاتصالات فإحنا تحدثنا عنها أيضا في هذا الفيديو. أتمنى أنه يعني إن شاء الله بعد ما نكمل تراجع الحكي اللي حكيناه بهذا الفيديو. وأيضا يعني بالنسبة للأخوة المهتمين بإكمال الدراسة في أمريكا، أنا سابقا قمت بنشر في فيديو معين أيضا راح أقوم به مشاركة الرابط الخاص بي في التعليقات هنا حاليا، واللي هو أيضا يتحدث عن يعني كيف تكمل دراستك العليا في الخارج مجانا. طبعا هو الكلام بصورة عامة يعني لكل الجامعات في كل الدول العالمية، إلا أنه بشكل خاص ينطبق بشكل كبير جدا على الجامعات الأمريكية، وأيضا يعني مثل ما ذكرنا للماجستير والدكتوراه. هذا هو الرابط الآن قمت ب يعني نشره في الدقيقة 46 بالنسبة للناس اللي يتابعون التعليقات بشكل لايف. فأتمنى أستاذ يزن أنه هذا يزن هاني أتمنى أنه هذا يعني يجاوب على سؤالك. لا داعي لعمل بحث في 4G مع ظهور 5G. ها، هل لا داعي لعمل بحث في 4G مع ظهور 5G، وهل 5G يحتاج لفهم الأجيال السابقة؟ أستاذ عثمان أهلا وسهلا بك. طبعا أنا ذكرت هذا الكلام في الشرح، يعني هذا لا يعني ظهور 5G وظهور 6G لا ينفي أهمية البحوث في 4G. يعني لن يكون هناك أي شركة ستقوم بإطفاء كل أجهزتها العاملة بال 4G والبدء بال 5G على الأقل في 10 أو 15 سنة أو 20 سنة المقبلة. ال 4G هو على يعني على حد تعبير المختصين في مجال الاتصالات هو واحد من أروع أجيال الاتصالات في عالم الاتصالات أو في تاريخ الاتصالات كلها. فبالتالي ولذلك هذا هو اللي صعب مسألة ال 5G وال 6G في المستقبل. ال 5G يعني تأخر يعني لأنه كان يواجه صعوبة كبيرة جدا في تجاوز عقبة ال 4G. ال 4G الموجود حاليا هو ممتاز جدا وكفؤ جدا، وممكن أن يعمل بكفاءة إلى 10 أو 20 سنة المقبلة. وحتى ال 5G أول ما ظهر عندنا الستاندرد اللي يسمونه النون ستاند ألون ستاندرد، اللي هو كيف يعمل ال 5G مع نفس البنية الأساسية لل 4G. هذا اللي ظهر يعني شهر ديسمبر 2017. بعد ذلك شهر جون اللي هو شهر السادس حزيران 2018 ظهر لدينا نسخة الستاند ألون اللي هو كيف يعمل 5G لوحده بدون وجود 4G. فبالتالي نعم البحوث في مجال 4G مهمة، ولكن يجب أن تركز على المشاكل العملية. يعني البحوث النظرية، بحوث السيميوليشن لم يعد لها دور، لأنه الشركات أصلا هي منصبة أجهزة وتستخدم أجهزة تعمل على 4G. فبالتالي إذا أردت أن تعمل على مجال 4G اليوم يجب أن تبحث عن مشكلة حقيقية تواجهها الشركات في عالم اليوم، يعني في عالم يعني البراكتس يعني في الواقع. أما أنه تبحث عن مشكلة نظرية ممكن أنه إلها علاقة بالستاندردايزيشن في يعني في المقاييس العالمية لل 4G، فهذه توليت يعني أصبحت قديمة جدا، يعني لم يعد لها وجود ولم يعد لها قيمة بحثية. يعني أنت مثل اللي يعني هو أصلا 4G يعني أقر قبل 10 سنوات، فبالتالي العمل على الستاندردايزيشن او الثيوريتيكال موديلنج ما لها اي قيمه. اذا اردت تبحث عن 4G فالافضل انه تبحث عن مشاكل حقيقيه تواجه الشركات في عالم اليوم، او حتى على الانتجريشن ما بين 4G وال5G مثلا للمستقبل. هذا ايضا راح تكون هي فكره جميله جدا وممتازه بالنسبه للناس اللي يريدون يبحثون بهذا المجال. الكلام عن الترانسبورت لاير والنتورك لاير بالنسبه للمليمتر ويف، هل سوف يتم الاستغناء او التعديل على التي سي بي؟ استاذ مثنى طبعا كلام ممتاز جدا. لحد الان هذا الار سي ان والبيبرات والبحوث المنشوره لحد الان كل اللي تتحدث عنه هو الفيزيكال لاير، واذا ارادت تتحرك يعني قليلا تصعد الى المستوى الداتا لينك لاير والنتورك لاير. اما الترانسبورت وطبعا على مستوى النتورك ايضا يعني لحد الان الاند تو اند معماريه ال 5G راح تكون معتمده بشكل كامل على فكره السوفت وير ديفايند نتوركس اللي هو الفصل ما بين الكنترول بلين والداتا بلين. فبالتالي اعتقد انه التي سي بي ايضا يعني راح يحصل به الكثير من التعديلات.
لانه المشكله الرئيسيه اللي عاده تواجه الطبقات العليا، طبقه النتوركينج والترانسبورت لاير وما بعدها، هو ما يسمى بالاي اي تي اف، الانترنت انجينيرنج تاسك فورس. هذه هي المؤسسه الاكثر تعقيدا وصعوبه على مستوى العالم في اقرار الستاندرات. هذه المؤسسه هي يعني تعتبر انه الانترنت الموجود اليوم هو بيرفكت، مثالي. هي طبعا هي يعني المؤسسه الخاصه بالمهندسين اللي المسؤولين عن احلال او وضع الستاندرات الخاصه بالانترنت. لتغيير اي شيء ولتعديل اي شيء على معماريه الانترنت يتطلب انه تخوض الكثير من الخطوات لكي تقنع الانترنت انجينيرنج تاسك فورس انه يقومون باخذ هذا الشيء. وبالتالي يعني هناك الاف البحوث والدراسات حول العالم لتعديل التي سي بي، لتعديل اليو دي بي، لتعديل الاس سي تي بي او البروتوكولات الطبقه الرابعه والخامسه والسادسه السابعه منذ سنين، الا انها كلها فشلت في تجاوز عقبات الانترنت انجينيرنج تاسك فورس. اللي اعتقد انه الخطوه الرئيسيه او الكبيره يعني هي تعتبر يعني ثوره في عالم معماريه الانترنت هو ومعماريه الشبكات هو السوفت وير ديفايند نتوركس. على اساسها كل الامور الاخرى يعني على اساس بعد انه اقرت من قبل الانترنت انجينيرنج تاسك فورس بفصل الداتا بلين عن الكنترول بلين، بعدها شيء طبيعي راح يصير عندك تعديل على التي سي بي، راح يصير عندك تعديل على حتى البروتوكولات الاتصال الروتينج في الطبقه الثالثه وغيرها من الطبقات. وهذا الشيء ان شاء الله راح ياتي بعد الوقت، الا انه بالنسبه للمليمتر ويف حاليا ليس هناك كلام عن هذا الشيء. كل الناس اللي قاعد تشتغل على المليمتر ويف حاليا تشتغل على الفيزيكال لاير وداتا لينك لاير اكثر شيء. الوحيد اللي شفته يشتغل على هذا الموضوع اللي هو النتوركينج اللي هو الاند تو اند بيرفورمانس اوف مليمتر ويفز هو دكتور ميزابيلا، ماركو ميزابيلا، اللي هو ايضا يعني موجود في جامعه نيويورك، وايضا هو صاحب المليمتر ويف موديول فور ان اس 3. يعني ايضا اذا تحبون ارفق لكم الرابط الموجود، هو هذا ايضا يعني اوبن سورس، تقدر انه تكتب في جوجل يعني مليمتر ويف ان اس 3 راح يظهر عندك اول رابط، هذا اللي هو عباره عن كود في الجيت هاب. هذا هو عباره عن مكتبه متكامله للمليمتر ويف في المحاكي اللي هو نتورك سيميوليتر الاصدار الثالث. هذا اللي قاعد يشتغل عليه هو دكتور ماركو ميزابيلا اللي هو ايضا التقينا به البارحه او اول البارحه يعني في المؤتمر، وهذا هو الوحيد اللي قاعد يشتغل يعني على مستوى يعني المليمتر ويف. وحتى يعني هو احد منشوراته يعني اللي انا مهتم بها قبل كم يوم، هو نشر في البيبر يعني هي ما اعرف انه جزء لها علاقه هذه، ما اعرف اذا كانت واضحه بالنسبه لل World TCP Work in Millimeter Wave 5G Cellular Networks. هذه بيبر ايضا هو يعني هذا الباحث الاخير اللي هو دكتور ماركو ميزابيلا، هذا هو اللي قام بانشاء يعني او المسؤول عن تطوير للموديول او الجزء الخاص بالمليمتر ويف في المحاكي اللي هو الان اس 3. فهو اللي راح يعني هو اللي مسؤول عن هذا الموضوع. وايضا اذا هذه البيبر اذا تحب انه اقوم يعني ارفاق الرابط بها، خلينا نشوف بي سي بي ورك نعم. استاذ بوثنا اذا كنت بعدك ويانا، يعني هذا هو الرابط الخاص بهذه البيبر اللي هي من دكتور ماركو زابيلا، هذا بي دي اف يعني جاهز مباشر، يعني هو تقدر تنزل تنزيل مباشر، واللي هو يتحدث عن انه هل انه التي سي بي راح يشتغل بالمليمتر ويف 5 جي سيلولار نتوركس او لا، وايضا يعني من خلاله تستطيع معرفه كل التعديلات اللي صارت على هذا الموضوع. استاذ مازن سعاده اهلا وسهلا بك حياك الله. بالنسبه للبقيه تمام دكتور عشت ايدك. الجيت هاب هذا هو الرابط، كل الشكر. اوكي ان شاء الله يعني اكون جاوبنا على كل الاسئله من الاخوه والاخوات. احنا كان يعني المقرر لهذا الورك شوب او البرزنتيشن او اللايف فيديو انه يطول ساعه تقريبا، احنا وصلنا حاليا 55 دقيقه يعني تقريبا هو ساعه. اتمنى انه يكون هذا الشرح والكلام مفيد للجميع، ودعائنا لكل اهلنا في العراق الحبيب من الشمال الى الجنوب انه السلام والامان والاطمئنان. اتمنى انه تمر هذه الازمه على خير وانه يتحقق يعني كل الاهداف المرجوه من عندها بدون خسائر. و millimeter wave will be issue how we can feed by fiber optic. ها هذه ايضا طبعا واحده من الامور الاخرى. اذا تقصد انه كيف نستخدم الميليمتر ويف في الفايبر اوبتيك، فهذا السؤال انا ما اعرف اجابته، ولكنه اعرف ان الميليمتر ويف والفايبر اوبتيك هو حاليا هن يعني التقنيات المتنافسه
على ما يسمى باللاست مايل كونكشن، اخر اخر ميل من يعني. طبعا ممكن احنا نعرف انه الباك هول او الاند باك اند للشبكه ممكن انه تتصل عن طريق الفايبر او عن طريق يعني المايكرو مايكرويف او غيرها، الا انه اخر مايل او اخر كيلومتر يربط ما بين يعني البيس ستيشنز او الجي نود بي او كل واحده من هذه التقنيات مع المستخدمين. هذا ممكن انه يكون مليمتر ويف، وهذه الشركات اللي الاتصالات اللاسلكيه قاعد تعمل على اثباته. ممكن انه يكون فايبر اوبتيك، يعني فايبر تو ذا هوم او فايبر تو ذا اوفيس او اي نوع من انواع الفايبر. هنا ايضا يعني واحده من الامور اللي لاحظتها البارحه في هذا او اول البارحه في هذا المؤتمر، واللي هي ايضا موجوده مشروحه في الفيديو الاول اللي ارفقت الرابط الخاص به، هو انه كان هناك ايضا يعني ما يسمى بال founding father لل DSL digital subscriber line. هذا الشخص هو يعني كان موجود منذ البداية يعني كمؤسس لل DSL، ولحد الآن هو يعمل في يعني إثبات أو التطويرات على ال DSL. أيضا ذكر بأنه إذا استخدمنا fiber to the home بشكل كامل، يعني ابتداء من أول محطة إلى آخر نقطة، فمهما كانت نوعية التقنيات اللي نستخدمها هي راح يكون الكلفة أدنى $3,000 للهوم الواحد، $3,000 للبيت الواحد إذا كان كلها fully fiber to the home. اما اذا استخدمنا فايبر تو ذا هوم ان بارت يعني بالتعاون وبالتوازي مع الدي اس ال ومع المليمتر ويف، وممكن انه نخفض الكلفه الى $300 للبيت الواحد اللي هو ما يسمى باللاست مايل كونكشن. فهنا تلاحظ بانه يعني فايبر اوبتيك لوحدها مهما حاولت انه تقلل الكلفه الا انه يعني ستبقى لكي تستطيع الحصول على مميزات الفايف جي، راح توصل عندك الكلفه الى $3,000 للبيت الواحد، الا انه اذا استخدمت الدي اس ال، اذا استخدمت التقنيات الاخرى اللي ايضا مشروحه في الفيديو الاول اللي ارفقته، ممكن انه تقلل الكلفه ب 10 اضعاف، يعني ممكن تقلل الكلفه الى $300 للبيت الواحد. وبالتالي تلاحظ انه هناك فرق كبير جدا. How we can change the wavelength of fiber to millimeter wave. هذا الشيء لا اعتقد انه مطروح لحد الان، يعني الفايبر راح تبقى تشتغل على نفس الترددات، والمليمتر ويف راح تشتغل. حاليا هي كل الامور اللي مستخدمه هي انه شلون نستخدم المليمتر ويف بشكل وايرلس، بس شلون نستخدمه في داخل الفايبر ما شفت اي شيء من هذا القبيل، يعني لا بالفايبرات اللي قريتهن ولا بالمؤتمرات اللي حضرتهن ولا حتى يعني بال يعني الوركشوبس اللي شفتها. يعني ما اعرف اذا كان هذا الشيء ممكن او يعني يتم العمل به حاليا. استاذ ديفيد ان شاء الله هذا الجواب ما ادري واضح او لا. اوكي تمام، احنا ان شاء الله وصلنا الى 57 دقيقه. شكرا جزيلا لكل الموجودين، ونعتذر عن التوقيت لانه اعرف ان هناك لعبه حاليا موجوده يمكن بلجيكا وانجلترا، وما اعرف اذا انتهت او باعتها، اعتقد انه يفترض حاليا انتهت اذا ما صارت اشواط اضافيه. وايضا هناك يعني مشكله الانترنت في العراق، هناك الكثير من المحافظات اللي عندها الانترنت مقطوع حاليا. شكرا جزيلا لكل الموجودين، واتمنى انه يكون الكلام يعني مفيد للجميع. وايضا يعني اكد مره اخرى اذا كان الشرح اللي تم طرحه مفيد لكم يعني للباحثين او لاصدقائكم، فمشاركته يعني راح تعمم الفائده، واحنا هذا هو هدفنا بالنتيجه النهائيه. مثل ما ذكرنا هدفنا هو انه يكون هناك جسر ما بين البحوث والدراسات الموجوده في العالم الغربي والشرقي وبين دولنا العربيه والاسلاميه واخواننا واخواتنا الباحثين. ما اعرف اذا كان هناك اي شيء اخر، اذا ما عندكم اي شيء ان شاء الله نختم ونشوفكم ان شاء الله في بث قادم ان شاء الله. اوكي شكرا جزيلا، مع السلامه.